بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكم الدين، ونرحب بفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. ونبدأ بالسؤال الأول، فضيلة الشيخ، ما معنى الرضا بقضاء الله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. في الجواب عن هذا السؤال نقول: كل شيء يحصل في العالم بتقدير الله تعالى، وتقدير الله للخير والشر منه، أي من الله، حسن وليس قبيحا. فالله تبارك وتعالى خلقه للكفر والمعاصي ليس قبيحا منه، إنما فعل العباد للكفر وفعل العباد للمعاصي هذا قبيح من العباد، أما خلق الله للقبائح والمعاصي في بعض مخلوقاته فليس قبيحا من الله. ولا يقال الله فعل هذا لغير حكمة، فمن قال الله فعل هذا من غير حكمة فهذا كفر والعياذ بالله. هذا معنى الرضا بالقضاء، اعتقاد أن الله خلق الشر وخلق الخير، وأن خلق الله للشر والخير ليس قبيحا من الله تعالى، بل خلقه للشر حسن من الله، كما أن خلقه للخير حسن منه سبحانه وتعالى. في هذه الكلمة الواردة وقنا شر ما قضيت، هذه الكلمة تقال في قنوت الوتر وقنوت الصبح، معناها قنا شر المقضي، لأن الله يقدر الخير ويقدر الشر، والمقضي معناه المخلوق، ونحن نسلم لله تعالى، لا نعترض عليه في خلقه للشر، كما لا نعترض على الله في خلقه للخير. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. فضيلة الشيخ، ما الدليل على أن الكافر لابد أن يتشهد للدخول في الإسلام ولا ينفعه قوله أستغفر الله؟ هو الحكم الشرعي أن من وقع في الكفر لابد أن يتشهد للدخول في الإسلام، ولا ينفعه قول أستغفر الله. وكثير من الناس يجهلون هذه المسألة، واحد منهم تراه يسب الله ثم يقول أستغفر الله، هذا لا ينفعه ذلك، بل يزيده ذلك كفرا، لأن الله أخبر أنه لا يغفر للكافر ما دام على كفره. والدليل على ما قلناه ما رواه ابن حبان، أن رجلا من المشركين جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، إن عبد المطلب كان خيرا منك لقومه، كان يطعمهم الكبد والسنام، سنام الإبل يعني، وأنت تنحرهم يعني تقاتلهم. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بما شاء الله له من الكلام، ثم قال هذا المشرك للرسول: علمني ما أقول. فقال له الرسول: قل: اللهم قني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري. ثم ذهب الرجل، ثم بعد مدة رجع وقد أسلم، فقال: يا رسول الله. في الأول ما قال يا رسول الله، قال علمني ما أقول، من دون أن يقول يا رسول الله، ما كان أسلم بعد. الآن بعد أن أسلم قال: يا رسول الله، كنت أتيتك قبل أن أسلم فعلمتني أن أقول كذا، الآن وقد أسلمت ماذا أقول؟ فقال له: قل: اللهم قني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري واغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما عمدت وما جهلت. دل هذا الحديث على ما ذكرناه من أن من كفر لا ينفعه قول أستغفر الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الاستغفار اللسانية لما كان مشركا، إنما علمه الاستغفار اللسانية بعد دخوله في الإسلام. فإن قال قائل، هنا بعض الناس يقولون هذا، يقولون: ما معنى قول نوح لقومه الذين كانوا يعبدون 5 أصنام، فقلت استغفروا ربكم، كما جاء في القرآن، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا؟ فالجواب أن هذا ليس معناه قولوا أستغفر الله، إنما معناه اطلبوا من الله أن يغفر لكم بدخولكم في الإسلام، بترك عبادة الأصنام وتوحيد الله والتصديق بنوح أنه رسول الله والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن نوحا رسول الله. أحسن الله إليك. آمين. ما معنى قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ في هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى الإبل،
والإبل فيها آيات كثيرة دالة على قدرة الله وحكمته، لها مزايا لا توجد في غيرها. مثلا تصبر الإبل عن الماء 7 أيام وهي في السير في الطريق، ثم تحمل ما لا يحمله غيرها من الأنعام. العرب الرحل الذين يسكنون بيوت الشعر يضعون على ظهرها البيوت التي يسكنونها ويتنقلون إلى حيث يريدون، وفيها غير هذا من المزايا. فمعنى الآية: هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأوثان ألا يتفكرون في صفات خلق الإبل التي هي عجيبة، وإلى السماء التي فيها عجائب مما يدل على قدرة الله وحكمته وعلمه؟ ثم أيضا ألا يفكرون في الجبال كيف ركزها الله تعالى على وجه الأرض لأن لها منافع ومزايا كثيرة؟ ثم ألا يفكرون في الأرض كيف سطحت، أي جعلها الله ممتدة واسعة بحيث يتمكن البشر أن يعيشوا عليها؟ ما يتفكرون في كل هذا؟ معناه كان حقا على الكفار، على المشركين، أن يتفكروا فيؤمنوا بالله ويتركوا عبادة الأوثان. أكرمك الله فضيلة الشيخ، نرجو أن تخبرونا عما يساعد على قوة التوكل على الله. مما يساعد على قوة التوكل على الله تعالى الإكثار من التهليل، أي من قول لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي أحسن الحسنات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تعالى بالتهليل مع الخوف من الله، ليس مجرد الذكر باللسان، والخوف من الله معناه الاستشعار بالقلب بعظمة الله. وأقل حد الإكثار من الذكر بالنسبة للسالكين الذين يعني يسلكون يريدون الوصول للولاية 10,000 أو 12,000، أما بالنسبة لغيرهم فألف مرة. والذكر ينفع وفيه ثواب، حتى لو كان الشخص في مكان ذاهب ليعمل معصية مثلا فذكر الله تعالى له ثواب بالذكر، وعليه معصية في ذهابه للمكان الذي يريد أن يعصي فيه. ولا يشترط في الذكر التفخيم والترقيق لحصول الثواب. وكذلك بالنسبة للأدعية، فمن دعا الله تعالى أو ذكر دون أن يأتي بالترقيق والتفخيم له ثواب، لكن الأحسن والأكمل الإتيان بأحكام التجويد عند قراءة الدعاء والذكر. أما في قراءة القرآن إذا لم يراعي الشخص ذلك وكل القواعد التي قررها علماء التجويد فهذا لا ثواب له في قراءة القرآن. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. فضيلة الشيخ، ما تعريف الدين في اصطلاح أهل العلم؟ الدين هو قانون سماوي وضعه الله لخلقه ليتبعوه. والدين ليس ميراثا لفرقة من الناس، والدين الحق هو الإسلام. ولم يوحي الله تبارك وتعالى لنبي من الأنبياء بدين سوى الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أكرمك الله فضيلة الشيخ. آمين. فضيلة الشيخ، بماذا تحب أن نختم حلقتنا هذه؟ نختم هذه الحلقة بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، يقول فيه: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا الحديث معناه من داوم على الاستغفار وأكثر منه، بأن يستغفر كل يوم 300 مرة مثلا، فيقول: أستغفر الله أو رب اغفر لي، فهذا الله يفرج همه ويخرجه من الضيق ويرزقه رزقا من حيث لا يحتسب. وقال بعض العلماء: من استغفر كل يوم 300 مرة في الصباح، ثم قبل أن يصلي الفجر، قبل دخول وقت الفجر، يصلي 2 ركعة لله تعالى ويدعو الله في سجوده، فهذا يفرج كربه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرباتنا جميعا، وأن يقضي عنا وعن أحبابنا الدين، وأن يرزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. وهكذا مستمعين الكرام، كنا مع حلقة مباركة من برنامج حكم الدين،
وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله.